الاي في او الجيت ما كانتش بتظهر فيه خالص ار ام اف، كانت بتبقى فانكشن في الار اي داش اللي هي الانترنال بارامتر بتاعت الترانزستور، بالتالي بتعتمد على البيتا، بالتالي بتعتمد على درجه الحراره. عايزين نشوف بقى الايفكت بتاع الار ايميتر لما دخلها معايا ايه؟ هو ايه الاعتراض بتاعه على الجزئيه دي؟ جاب احنا جبنا الفولتج جين بتاعنا بيساوي الار سي على الار اي داش. الار اي داش اصلا بتساوي ايه؟ ما حدش يقول. مثلا اي سؤال ما حدش يجاوب عليه. أمير محمد السيد موجود؟ باشمهندس أمين، هنا طلعت الـ AV قلنا الـ gain أو الـ voltage gain بيساوي RC على الـ RE داش. إيه اعتراضي على الحتة دي؟ أو إيه المشكلة اللي هتقابلني إن الـ AV بتعتمد على الـ RE داش؟ ما ذاكرتش؟ تمام. إبراهيم مصطفى؟ طب باشمهندس، ايوه انت اللي في، ايوه انت اللي نزل ايديه ده. اسمك ايه؟ زياد. زياد؟ طب ايه المشكله ان هي تبقى فانكشن في الار اي داش؟ بمعنى تاني الار اي داش بتساوي ايه؟ مفيش غيرك زياد تقريبا صح؟ زياد ابراهيم. طيب اللي جنبه اسمك احمد ايه؟ احمد عصام. احمد عصام محمد غازي؟ لا مفيش غيره احمد عصام. فيها احمد عصام؟ احمد عصام جميل؟ طب كفايه كده، مين اللي هي؟ يا باشمهندس 25 ملي فولت على الغالي. طيب ايه بقى المشكله ان هي تبقى البارامتر من الجين؟ احنا قلنا اللي يهمني في الامبليفاير الاربعه بارامترز اللي قلنا عليهم الكرنت جين الفولتج جين الزد ال الزد اب. ايه مشكله ان الاي في تبقى فانكشن في الار اي داش؟ اللي هي بالتالي 25 على الاي اي على الاي متر يبقى فانكشن في الاي متر، ايه المشكله؟ دكتور والاي متر بيساوي ايه؟ الاي متر بيساوي الار سي، يعني بقى فانكشن في مين؟ بيت. في بيت، واحنا قلنا ان المشكله اللي بتقابلني بتاعت الاستابيليتي كلها بتيجي من مين؟ بيت. من البيت؟ يبقى عشان الار اي فانكشن في الاي ام متر والاي ام متر فانكشن في البيتا، يبقى اي حاجه عندي في الاربعه بارامتر دول هتبقى فانكشن في الار اي داش، هتبقى بالنسبه لي مشكله لانها هتبقى ان استابيليتي. البيتا بتتغير مع درجه الحراره، البيتا بتتغير مع تغير الترانزستور، يبقى الفاليو اللي انت حاسبها هتتغير من قيمه الترانزستور لقيمه الترانزستور. تمام؟ اسمك ايه بقى؟ اميره. اميره؟ أميرة رضا؟ ها فهمنا يا باشمهندسين؟ أنا بقول إن الجين عندي مشكلته إن كان بيطلع المقام بتاعه في ار اي داش. ار اي داش ديت دي أولاً بتلم البارامتر من البارامتر بتاعت الترانزستور، يبقى هتتغير مع تغير الترانزستور. بلاش الار اي داش فانكشن في الاي متر، الاي متر فانكشن في البيتا. يبقى البيتا بتتغير بدرجه الحراره، بتتغير بتغير الترانزستور، بقت الكالكوليتورز بتاعتك في الديزاين اللي انت عامله، لو حصلت مشكله والترانزستور بتاعك اتحرق وجيت غيرته، يبقى كل الحسابات اللي انت كنت عاملها هتتغير معاك. وزي ما بنقول هي بتقابلني المشكله لما ببقى بعمل ديزاين سنسيتيف للبارامتر اللي انا شغال عليها، يعني حساس لقيمه التيار، لقيمه الجهد، للتغير فيهم، فلما اغير ترانزستور واغير البيتا واغير الجين، يبقى الاوتبوت هيزيد او هيقل عن اللي انا عايزه. فممكن يعمل لي مشكله في الدرايف سيركتس اللي انا كنت بوصل عليه. طب احنا عايزين بقى نبعد عن الحته دي، هو عاوز يخلي الجين مش ديبندنت على الار اي داش. طب يعمله ازاي؟ هو ليه اصلا الجين طلع ديبندنت على الار اي داش؟ لان الار اي متر مش موجود.
هنا الار متر مش موجوده، من المتر بتوصل بالجرام، ففي ار اي داش بس. طب لو الار متر موجوده كان ايه اللي هيتغير في الايكويشن دي؟ يعني انا لو كنت جيت ما بين المتر والجرام دي هنا، هنا وقلت لا ده مش متوصله بالجرام، ده المتر المفروض متوصل بالمقاومه ار اي موجوده هنا عندي، كان ايه اللي هيتغير في الايكويشن دي؟ زود ده ار اي. المقاومه كان هيبقى ايه؟ ار اي داش زائد ار اي، صح؟ والار اي بطبيعه الحال هتبقى اكبر ولا اصغر من الار اي داش؟ اكبر منه، صح؟ يعني اقول لو هي تعدت 10 مرات الار اي داش، وده في الاستاندر اصلا معادله قيمه ار اي متر هتوصل، يبقى الار اي داش في المقام هيحصل لها ايه؟ وبقت الجيل بقى فانكشن في مين؟ في الار اي العاديه، والار سي اللي هم انترنال ريزيستورز انت حاططهم من بره هتحطهم بالقيمه اللي انت عاوزها تحقق الجيل اللي انت عايزه. يبقى انت شلت الاستابيليتي بتاعتك او شلت اعتماد الجين على البيتا، فما بقاش معاك مشكله خالص في الترانزستور، انت تحط اي ترانزستور الجين بقى فانكشن في الارك والليبتون والارك متر اللي هم الريزستور اللي انت حاططهم انت بالديزاين بتاعك من بره، تمام؟ فهمنا اللي هو كان عاوز او اللي هو عاوز يقول لك كده، او اللي بيقول لك ان انا عندي كانت البيز او المقام بتاعت الجين في ار اي داش، خلاص دي ديبندنت على دي. طب ازاي تقلب عليها؟ قال لك طب نشوف الايفكت ده بتاع الميتر ريزيستنس اللي موجوده معايا، اللي احنا عملناه ده كله كان فيه مكثف على الار متر، فكان شايل الار متر ما كانش موجود، يبقى بنقول اهو ذا فاليو اوف ذا باي باس كاباستور ماست بي لارج انف سو ذات اتس ريأكتنس اوفر ذا فريكونسي رينج اوف ذا امبليفاير از فيري سمول زيرو كومبارد ويز الار متر. بيقول لك الاناليسيز اللي احنا عملناها اللي فاتت كان المكثف بنفترض دايما ان هو في الاوبريتنج فريكونسي اللي انا بعمل عندها الامبليفيكيشن بيبقى شورت سيركت، صح؟ بناء على ان الاكس سي بتاعته بتبقى صغيره جدا بتكاد تكون زيرو، فبيعمل شورت سيركت على المقاومه ار اي وبيشيلها. فبيقول لك ده ما يحصلش كده، لازم عندي كونديشن دايما في الفاكتورز بتاعت المقاومه يقول لك الحاجه هتبقى اكبر مينيمم 10 اضعاف اللي انت عاوز تهمله. فهنا بيقول لك يبقى مينيمم المفروض ان الاكس سي تبقى اقل 10 مرات من الار ام متر، او الار ام متر تبقى اكبر من 10 اضعاف الاكس سي، بحيث ان المقاومه بتاعته مقارنه بيها تبقى تكاد تكون صفر او اقل، فالشورت او البارل كومبينيشن بتاعهم يديني مين؟ المكثف مش الار ام متر، تمام كده؟ طيب لو افترضنا ان الكونديشن ده بس هو عشان بيقول لك امن الكونديشن ده احط المكثف اللي على الار متر بكام عشان احقق الكونديشن ده، لان لو انت حطيت قيمه الكباسنس بتاعتك سي وجت في الاناليسيس بتاعت الاي سي ديزاين وجت القيمه بتاعت الاكس سي ما كانتش قليله كفايه ان هي تتعمل لها اهمال مع قيمه الار متر، يبقى في الحالات الار متر مش هتخرج بره الحزب، مش كده؟ تاني احنا لو الديزاين بتاعنا مش عادي ومش هاهمل الاكس سي يعني ما طلعناهاش بصفر، لو انا ما همشي صح مش بالابروكسيميشن المفروض في الاي سي يبقى عندي هنا المقاومه بتاعت الار ام متر وعليها المكثف نتوصل بالجراوند، صح كده؟ لما اجي اعمل الاي سي اناليسيس احنا بنقول لك افترض ان انت في الاي سي اناليسيس كان المكثف ده الاكس سي بتاعته صغيره جدا تكاد تكون صفر، فبقى شورت سيركت راح نستبعد مين؟ الار متر من الموضوع. طب لو انت شغال على فريكونسي كانت قيمه الاكس سي ما هيش بزيرو، يعني المعنى ده صح ماشي قليله، يبقى المفروض في العادي كانت هتظهر هنا ايه؟ مقاومه اللي هي مقدار مين؟ الاكس سي، ويبقى الايكويفلنت بتاع الاثنين دول ايه؟ الاثنين بارل مع بعض، صح؟ ما هو اصلا هي الاثنين بارل مع بعض، احنا عارفين ان المقاومتين بارل الايكويفلنت بتاعهم بتبقى ايه؟ اقل من اقل واحده، فعشان الاكس سي صغيره جدا تكاد تكون صفر، فالبارل كومبينيشن بتاعهم بايكويفلنت للاكس سي فبيشيل الار اي. لكن لو المقاومه دي بقى مش صغيره كفايه، يعني مثلا هنقول كانت قد الار اي او نص الار اي، يبقى في الاخر كان هيظهر معايا كانه ايه؟ كانه مقاومه، ويبقى المحصله بتاعت البرد بتاعت الاثنين. فقال لك علشان اهمله واقول ان هو هيستبعد او هيعمل شورت سيركت على الار متر
يبقى لازم قيمة المقاومة ار اي تبقى اكبر منه 10 مرات. ماشي كده؟ تبقى اكبر منه ايه؟ 10 مرات، اللي هو او ال 10 اكس سي تبقى اقل من الار امتر، بحيث ان انا اضمن ان هو يكون صغير قوي فما يتحسبوا الاثنين بلل، يبقى الكوفلنت بتاعهم هو مين؟ هو الاكس الاكس سي. ماشي فهمنا الكونديشن؟ يبقى لازم الكباستور اللي انا احطه هنا يحقق لي الكونديشن ان 10 اكس سي تبقى اقل من الار امتر اللي انت حاططها في الديزاين بتاعك. طب نشوفها كده لو عملها بالمثال احسبها ازاي؟ هنا بيقول لك select the minimum value for the emitter by capacitor C2 if the amplifier must operate over a frequency range من 200 هرتز ل 10 كيلو هرتز. فكروا في المسألة على ما تاخدوا الغير. أهم حاجة فليكتر بس. أنا عامل amplifier، الامبليفاير ده هتدخل له رينج ترددات من 200 هرتز لحد 10 كيلو هرتز، وعايزه اتاكد ان لو دخلت السيجنال بتاعتي عند اي تردد في الرينج ده ان الامبليفاير بتاعي اشتغل صح والجيت بتاعي يبقى بالفاليو ثابته ما بتتغيرش. يعني ان الاكس سي بتاعتي التانيه عامله شورت سيركت على الار امتر وما تدخلش معايا في حساباتي. طبعا الرينج اللي هو شغال عليه كبير قوي من 200 هرتز ل 10 كيلو هرتز. في الرينج ده الاكس سي طبعا الايكويشن بتاعتها ايه؟ اكس سي بتساوي ايه؟ واحد على اوميجا سي واحد على اتنين باي اف سي. يعني قيمه الاكس سي بتتحدد من قيمه الفريكونسي. طب ما هي الفريكونسي بتاعتك الرينج بتاعها عالي قوي، ما ده كبير قوي، فانا ازاي اتاكد او اختار قيمه سي بحيث ان الاكس سي في كل الرينج ده تبقى اقل من 10 سوري اكبر من ال 10 اكس سي اكبر من الاي علشان تعمل عليها شورت او تعمل عليها شورت سيركت. طيب انا عايزه احدد قيمه السي، فعايزه اجيب قيمه معينه للاكس سي علشان احسب منها السي، صح؟ طب بما اني عايزه اشتغل ان الاكس سي تبقى اكتف على طول الرينج ده، هشتغل عند المينيموم فريكونسي ولا عند الماكسيموم فريكونسي؟ عند الماكسيموم فريكونسي. ليه؟ طب بالراحه اللي بيقول ماكسيموم فريكونسي يقول لي ليه حد اللي قال ماكسيموم فريكونسي مين؟ ليه ماكسيموم فريكونسي؟ عشان تبقى المقاومه اكبر اقل حاجه. طيب اللي بيقول المينيموم فريكونسي ليه؟ مش احنا عايزين اكبر مقاومه؟ انا عندي فريكونسي في عندي مقاومه. عندي ايه؟ بالنسبه لي كده يبقى اقل حاجه، هجيب اقل مقاومه. هجيب الاكس سي اقل حاجه. هجيب الاكس سي اقل حاجه. يعني عايزه عند اقل فريكونسي. عند ال 10 الاكس سي تبقى اقل حاجه، يبقى عند الاف مينيموم 10 كيلو كده بتعكس كيلو 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 يا غازي كيلو 10 كيلو من السي. انا دلوقتي بتكلم عن الاكس سي، الاكس سي هي اللي هتحسب لي السي. انا تيجي دلوقتي خالص ما تدخلش الكلام، انا كل كلامي كله بقارن مقاومه مقاومه، فبقارن ار امتر باكس سي، ولما ارسل الاكس سي مين اللي هشتغل عليها هعوض القانون واجيب السي بتاعتها، دي ما فيهاش فيها مشكله. فانا شغل على الاكس سي، بس هشتغل على انهي اكس سي؟ على انهي فريكونسي؟ هناخد الماكسيمم عشان نجيب مقاومه. طب نتفق على حاجه، مش الاكس سي بيساوي على 2 باي اف سي؟ صح؟ طب ما هي الاف في المقام، الاف عندي بدأ من رينج صغير قوي لحد رينج كبير. انا عايز احافظ ان الاكس سي تبقى ايه؟ صغيره ولا كبيره؟ تبقى صغيره، صح؟ يعني لو قلت اكتر من لما انا عايزه مش مشكله خالص، ده كويس بس صح؟ يبقى انا عايزه الاكس سي تبقى صغيره. طب ما هي المقام بتاعي لما يعلى الاكس سي هتقل، يعني عند الماكسيموم فريكونسي انا ضامنه ان الاكس سي صغيره، صح؟ لا انت قلت انا عايز الاكس سي صغيره فاخد الاف الاف الصغيره. لا الاف الكبيره عشان عايز الاكس سي كبيره صغيره. والله انت قلت الاف الصغيره عشان كده حتى قلت لك ده في المقام، انت كده بتفكر نفسك. انت عبرت عنها غلط بس. تمام؟ يبقى انا عندي المفروض اكس سي مع الفريكونسي الكبيرة أنا ضامنة أصلا إن هي هتكون صغيرة، فأنا عايزة أشتغل بقى على مين؟ على الإكس سي والمقاومة بتاعتي مالها؟ مينيموم اللي هي المفروض هتديني أعلى إكس سي، ما هو لما الإف تبقى بأقل قيمة الإكس سي هتبقى عند أعلى قيمة عندها، أنا عايزة بقى أعلى قيمة دي تبقى لما تتضرب في 10 تبقى أقل من الأر إمتر، فلما أجي أشتغل على الإكس سي الصغيرة ولا الإكس سي الكبيرة؟ صغيرة. تمام كده؟ فريكونسي
لان المقام بتاعي لما هو بالفريكوانسي الكبيره هي فعلا صغيره. يبقى انا هشتغل عند الفريكوانسي اللي هي الايه؟ المينيموم اللي هي كام؟ ال 200. لان لما احطها بال 10,000 الاكس سي هيكون عالي بكتير. ها مسلم؟ تاني نقولها تاني. اولا نمسك الاكس سي، انا عندي الاكس سي بيساوي 1 على 2 باي اف سي، سيبك خالص من كلمه الاف. انا عايز اشوف والانبوت بتاعي بيتغير في رينج الفريكونسي دي الاكس سي هيحصل لها ايه؟ طبعا الاف لما تكون اعلى قيمه الاكس سي هتكون ايه؟ اقل حاجه، تمام؟ يبقى هي في الفريكونسي العاليه الاكس سي فعلا هتبقى قليله. لكن لما الفريكونسي تقل ايه اللي هيحصل اكس سي؟ هتبتدي تعلى. طب ما انا عايزاها في اقصى الوجهه ده ما تتعداش الشرط اللي انا عايزاه، يبقى لما اجي احسب على مين؟ على الاكس سي اللي هي الكبيره اللي عند الفريكونسي بتاعتي مالها؟ الصغيره. يبقى احسب الاول قيمه الاكس سي وعوض بالفريكونسي المينيمم اللي هي 200، احسب بقى قيمه الكباسيتنس اللي انا عايز احطها هتبقى قد ايه؟ طب انا احسب الاكس سي منين؟ اقول له اه مش انت بتقول لي كونديشن ان الاف ان الار ام ميثود اكبر من او بتساوي 10 اكس سي؟ هناخد اللي بيساوي، يعني مش هاخدها بالاكبر من، يعني هاخدها بالايه؟ باللي بيساوي، يعني المفروض الاكس سي تبقى بتساوي الار ام ميثود على كام؟ على 10. وما الى تمام، يبقى انا عندي الاكس سي هتساوي ار ام ميثود على 10، انت مديني ار ام ميثود ب 560 اوم يبقى 56 اوم، يبقى انا عايز الاكس سي ما تزيدش عن 56 اوم. يبقى اجي اقول انا عايز هاجي على الاكس سي واعوض عنها ب 56 والفريكونسي بقى اعوض عنها بكام؟ قلنا بالمينيموم. يبقى علشان احسب الكباسيتنس فاليو ات ذا مينيموم فريكونسي بتاعتي اللي هي ال 200 بكتب الايكويشن بتاعتي الاكس سي واحد على 2 باي اف سي، عايز احسب السي هجيب الاكس سي فين؟ في المقام، واحط الاف بتساوي 200. انا كده جبت قيمه الكباسيتنس، يعني سي 1 وسي 2 وسي 3 اللي بيتحطوا دول ما بيتحطوش كده. ما باجيش انا اقول انا هحط سي 1 ما اعرفش بكام مايكرو وده بكام ملي فراد وده بكام 1.0 مايكرو فراد، ده ما بيتحطوش كده. بيتحسب لان كل واحد منهم ليه كونديشن عشان يحقق لي ان هو يعمل شورت سيركت في الاي سي اناليسيس. خلاص؟ فجيب قيمة السي هتطلع قيمة الكباسيتنس بتاعتي بتساوي 1 على 2 باي وده فريكونسي 200، اكس سي جبناه 56، يبقى انا محتاجه مكثف قيمته 14.2 مايكرو فراد. مش كده؟ ده اللي يحقق لي انه يعمل شورت سيركت في الاي سي اناليسيس ويستبعد الار ام تي. طيب ده الكلام ده بقى لما انا حاطه المكثف انه بيعمل شورت سيركت في الاي سي اناليسيس فبيستبعد الار ام تي، ففي الحالات دي قلنا الجيم بيبقى فانكشن في مين؟ في الار اي داش، يعني بيعتمد على بيتا. طب ما احنا عايزين نعالج المشكله دي قلنا، فقال لك هعمل ايه؟ طب ما اعملش باي باس على المقاومه، يعني خلي المقاومه معاك علشان المقاومه لما تتحط مجموعه مع الار ام متر تنجلكت مين؟ الار ام متر زي ما قلنا، يبقى الايكويشن كلها فانكشن في الانترنال ريزيستنس اللي انت بتحطها فيبقى اندبندنت على الترانزستور. فنحاول نشوف كده الفولتج كام ويزود الباي باس كباستور هيبقى عامل ايه؟ يعني لما اشيله اشيل خالص اكس 2 ما يبقاش موجود، هدخل المقاومه ار بتاعتي في الحسابات. هنا في الحالات دي هو بيقول لك تو سي هاو ذا باي باس كاباستور افكت الاي سي فولتج جين، ليتس ريموف ات فروم ذا سيركت اند كومبير ذا فولتج جين، واحسب تاني الفولتج جين بتاعك هيساوي ايه. طبعا هو هنا بيقول لك من غير الباي باس كاباستور يبقى الار اميتر هتظهر في الموضوع وهتبقى معاك متوصله بمين؟ بالجراوند مع الار اميتر. يعني المفروض الايكويشن بتاعت الجين زي ما احنا لسه قلنا في اول محاضره بقت هتساوي الار سي على الار اي داش زائد الار اميتر. فلو الار اميتر بتاعتك كبيره كفايه ان هي تهمل الار اي هيحصل لها ايه في المقام؟ هتتشال ومش هتبقى موجوده. طب لو هي مش كبيره كفايه هجمعهم عادي، او حتى لو انت ما اهملتهاش بس هتلاقي ان التاثير بتاعها معاك ايه؟ بسيط جدا، لان هي قيمتها بتبقى في حدود ال 50 اوم والار اي مينيمم انت هتحطها بنص كيلو يعني ب 500 اوم، فالافكت بتاعها ما بيبقاش كبير او ما بيظهرش معايا قوي، ما بيبقاش قيمه مؤثره. مش كده؟ طب ما هو المقام عندي لما زاد انا اتوقع ان الجين هيحصل له ايه؟ هيقل طبعا. يبقى انا هنا دخلت الار ام متر في الحسابات،
فقللت الايفكت بتاع الار اي داش، يعني قللت القيم بتاعه الستيبل، عالجت مشكله الار ستابيليتي، بس قصاد ده دفعت ضريبه ثانيه ان الفولتج جين بتاعي بقى ايه؟ بقى قليل. طب انا عامله امبليفاير علشان اكبر، واكبر بالقيمه اللي انا عايزاها، قيمه كبيره، عايز اكبر بجين 150 150. فدلوقتي انا موضوع الار ميتا لما دخل معايا في الحسابات عمل لي ايه؟ حكم خلى الجين بتاعي قليل. طب خلاه قليل بالمقدار قد ايه يعني؟ قال لك يعني مثلا شوف المثال اللي احنا كنا شغالين عليه ده. خد المثال اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي وشوف لما المكثف محطوط الجين كان المفروض يطلع بكام؟ ولما شلنا المكثف الجين هيطلع بكام؟ نرجع بس الاكزامبل هنشوف القيم علشان لما نيجي نعملها في الحسابات. هو هنا هو بيقول لي في الاكزامبل اللي فات اللي هو ده اللي هو حاطط لي هنا الكام؟ ار 1 ب 22، ار 2 ب 6.8، الار سي ب 1، الار ايميتر ب 560. ماشي كده؟ الاكزامبل ده كان هو اللي احنا شغالين بيه اللي قبله برضه اللي حسبنا فيه الار اي داش. مش هرجع بقى ورا قوي، يعني احنا هنجيب الار اي داش من الاكزامبل تقريبا اللي قبل ده ب 2، اول واحد تقريبا. طب هو بيقول لك في البريفيوس اكزامبل دوت احسب البيت كوليكتور فولتج جيت اللي هو الاي في مره من غير ومره بالمكثف اللي موجود على الار ايميتر. طبعا هنا اول حاجه هقول له ان انت من غير المكثف، يعني المكثف مش موجود، الار اي بتاعتي هتدخل في حساباتي، فالجين بتاعك هيبقى الار سي اللي هي كانت ب1 كيلو على الار اي داش قلنا اللي هي محسوبه في النظام القديم كانت طالعه ب 6.98 زائد الار ايميتر تحتها ب 560 اوم. يطلع الجين بتاعي بكام؟ 1.76، يعني بس هتكبر ب 1.7. اوكي كده؟ ده انت كمان لسه ما دخلتش هنا الفاكتور بتاع الاتنويشن اللي هو بتاع الريسورس للبيت، احنا هنا شغالين على الجزء بتاع الجين اللي هو من الكوليكتور للبيت. ماشي كده؟ يعني انت لسه كمان ما عملتش اتنويشن بتاعت الريسورس تو بيت. يبقى المفروض الجين يقل اكتر من كده كمان. ده لو انت ما حطيتش مكثف، يعني هتحل مشكله ان الار اي داخله معاك بس في المقابل خليت الجيل بتاعك ايه؟ قليل جدا. طب لو المكثف موجود بقى، يعني لو الار اي مش موجوده في الحسابات بتاعتي كان المفروض يطلع الجيل بكام؟ ب 143. تمام؟ طبعا هنا قال لك يبقى انا رجعت تاني المشكله. يا جماعه انا اتكلمت على الاستابيليتي قللت لك الجيل، اتنزلت عن الاستابيليتي الجيل بتاعي جديد. طب وبعدين؟ قال لك لا، يبقى ادور على حاجه في النص. يعني ايه ادور على حاجه في النص؟ قال لك يعني انا عاوز الار ايميتر تبقى موجوده وما تبقاش موجوده، صح؟ مش ده اللي انا عايزه؟ ان الار ايميتر تبقى موجوده وما تبقاش موجوده. انا عايزاها تبقى موجوده عشان تشيل ار اي داش، ومش عايزاها تبقى موجوده عشان بتقلل لي الجين. قال لك خلاص نقسم البلد لنصين. ازاي؟ حط مقاومتين، واحده اعملها باي باص وواحده ما تعملهاش باي باص. ها فهمنا؟ طيب هنشوف هتتعمل ازاي. انا مش عايزه دي دلوقتي، حاجه دي هقولها بعد اللي جايه دي. من اول هنا كده دي هرجع لها تاني، بس دي بتاعت الاوتبوت فانا مش عايزاها دلوقتي، خلينا بس في الانبوت علشان اشوف الرسالات بتاعت المنتج. بيقول لك هنا انت شغلك كله عمال تلعب وعمال تغير علشان تحقق الاستابيليتي. طب هي ايه الاستابيليتي؟ بيقول لك ان الاستابيليتي از ا ميجر اوف هاو ويل ان امبليفاير ميتين اتس ديزاين فاليوز اوفر تشينج ان تمبريتشر اور ترانزستور وذ ديفرنت ميتر. يعني ايه؟ يعني انا اقول ان الدايره بتاعتي ستيبل او بتحقق الاستابيليتي لما اكون ان القيم بتاعتي الاوتبوت ما بتتغيرش مع تغير درجه الحراره وما بتتغيرش مع تغير الترانزستور. زي ما قلنا يعني ما اخليهاش تعتمد على اي بارامتر من البارامترز اللي بتتغير معايا مع تغير الترانزستور او مع درجه الحراره، يعني البيتا وبالتالي الار اي داش. طيب هنحقق ده ازاي؟ بيقول لك هنا also by passing RE doesn't produce the maximum gain. يعني انا عملت اشتغلت على الاستابيليتي وحققت لك الاستابيليتي بان انا خليت الار اي متر تدخل في السيرك، بس نتيجه ده عملت ايه في الجين؟ قللت الجين، فالجين بتاعي ما بقاش ماكسيمم، ما بقاش يعني شبه مش محقق لي اصلا امبليفيكيشن. ما لما دخل الجزء بتاع الاتنوشن كمان وانت بتقول لي الجين بقى 1.7 بدل 143، يبقى انت بتتكلم ان انا شبه ما عملتش جين اصلا، ما كبرتش.
Stability problem because the AC voltage gain is dependent on RE dash, sensitive depend on R emitter and on temperature. طب بالك ان الاستابيليتي بتاعتك مش متحققه لان انا عندي قوانين بتعتمد على الار اي داش، الار اي داش بتعتمد على البيتا او الار اميتر، فبالتالي بتعتمد على درجه الحراره. However with the RE above the gain is much less dependent on the RE dash، فلما انا دخلت الار اميتر هيعطي الاستابيليتي وشلت الار اميتر، بس في نفس الوقت قلنا عملنا ايه؟ قللت الجين. فلو الار اميتر بتاعتك بتبقى اكبر بكتير من الار اي داش، المقام كله هيبقى خلاص ما فيهوش خالص ار اي داش، هيبقى ار سي على الار على الار اميتر. طب هنغلب على ده ازاي؟ قال لك بقى هنعمل حاجه اسمها سوامبنج للار اي داش استابيليتي فور ذا فولتج جين. السوامبنج دي اعملها ازاي؟ يعني عايزه اشيلها وفي نفس الوقت ما اخليش الجين بتاعي يقل قوي. فده نعمله ازاي؟ بيقول لك السوامبنج از ذا ميثود يوزد تو مينيمايز ذا افكت اوف الار اي داش without reducing the voltage gain to the minimum value. انا مش هيبقى عند الماكسيموم فاليو بتاعتي، يعني برضه مش هيحقق لي 143 انما ما فيش ار متر خالص، بس مش هينزل ل 1.7. تمام؟ فبعملها ازاي بقى؟ قال لك بتيجي على الار متر وتشيلها وتحط مكانها مقاومتين، يعني بدل ما ار متر واحده هنحط مقاومتين ونسميهم ار متر واحد وار متر ايه؟ وار متر اثنين. واحط المكثف بتاعي على ار اميتر 2. فلما تيجي تعمل الدي سي اناليسيس ار اميتر هنا هتبقى ايكوفلنت لايه؟ في الدي سي اناليسيس ار اميتر هتبقى ايه؟ ار اي واحد تبقى ستة. ولما تيجي تعمل الاي سي اناليسيس ايوه ار اي 2 بس هي اللي هتتشال لان هي اللي عليها مكثف وهيبقى لي مين؟ ار اي 1. فار اي 1 تدخل في القانون بتاع الاي في وتعمل لي ايه في المقام؟ هتشيل الايفكت بتاع الار اي داش. بس انا هنا حطيت ار اي في الدي سي اناليسيس بالقيمه الكبيره بتاعتها العاديه اللي انا عايزاها عشان تخلي لي البارامترز بتاعت الانبوت والاوتبوت ريزيستور تمام ما فيهاش مشكله، وجيت في الاي سي اناليسيس خليت فيه مقاومه معايا تشيل تاثير الار اي داش، بس قلنا هتديني جين ايه؟ بس مش الماكسيموم جين، بس هتديني جين مقبول او معقول. مش كده؟ فدي الفكره اللي هو توصل لها علشان يحل مشكله الاستابيليتي ومشكله الجين اللي حصل له ايه؟ اللي قل. يبقى عملنا سوامبنج للار اي داش، عملنا تجزيئ للار اميتر بمقاومتين، واحده فيهم هحط عليها الماي ماسكه بس وواحده هسيبها موجوده معايا في الديزاين بتاعي زي ما احنا شايفين. يبقى في الحاله دي الجين بتاعي بقى بيساوي في الاي سي؟ بقت الار سي على ار اي داش زائد الار اي واحد، ولو الار اي واحد بقى اكتر بكتير من الار المتر خلاص هشيل الار المتر داش، حتى لو انا ما اهملتهاش ومشيت بالقيم الفعليه هلاقي تاثير الار اي داش مع الار اي نسبه قليله جدا تكاد لا تكون ايه؟ مذكوره خالص في الديزاين بتاعي. ايوه لو هي اكتر منها مش موجوده تمام هتبقى موجوده الار اي واحد. طيب نسيب بس الايفكت بتاع الانبوت ده ونرجع للاستاد اللي سيبناها عشان ما تطوش مننا وهنرجع نكمل. الايفكت بقى بتاع اللودنج على الفولتج جين، ايه الايفكت بتاع اللودنج على الفولتج جين؟ بيقول لك ان انا هنا بقول ان الجين بتاعي بيساوي كام؟ المشكله اللي احنا مش عارفين نحلها، الاي في طلع فانكشن في مين؟ صح؟ ار سي على الار اي داش. الار اي داش من الانبوت سيرك او من ناحيه الانبوت عشان الار ميتر بتظهر معايا، طب ما الار سي دي من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاوت صح؟ طب مش احنا كنا شغالين اناليسيس دي في الجزء اللي فات وجينا قلنا اول ما بدأناها قلنا اعتبر ان الحمل مش موجود يعني الار اللي مش موجوده. طب لو دخلت بقى الار اللي معايا ما اعتبرتهاش مش موجوده، دخلت معايا حسب الايه؟ الديزاين انا كونكت عليه. يبقى هنا عايز ادخل بقى الار ال واشوف احنا عملنا الاناليسيس وانا سايبه الار ال عشان الصعوبه بسهل الدنيا. طب لما تدخل الار ال بقى هتغير ايه عندك في القيم اللي معاك؟ اولا الار ال لما تدخلها يبقى انت زودت مقاومه على الاوتبوت سيركت، زودت مقاومه مع الاوتبوت سيركت يعني تظهر معاك مع الار سي، والار سي في الاي في موجوده في الباص يبقى لازم تظهر معايا في مين؟ في الاي في. طب هتظهر ازاي؟ قال لك ادي الايكوفلنت سيركت لو انت هتدخل الحمل. هاجي بقى ارجع تاني المكثف سي 3 مع الار اي يدخلوا معايا في الدايره. طب دول لما يدخلوا معايا في السيركت وانا بعمل اي سي اناليسيس ايه اللي يحصل في السورس؟ شورت سيركت. فهنا الاوتبوت يشوف ار سي وار اي اللي مالهم؟ برد برد. يبقى اي ار سي تقابلك هتشيلها وتحط مكانها ايه؟
ار سي بر ار سي بر مع ار اج بس هي دي كل الايفكت اللي هنقول لك الحمل بتاعه. خلي بالك لما بتحط الحمل الحمل بيتوصل بمكثف على الكرمكتو. فلما تيجي تشتغل في الاي سي اناليسيس الكباستور ده بيبقى شورت سيركت فالار اللي بتتشاف بر مع الار سي فيظهر بارامتر بقى جديد معانا اسمه ار سي سمول يعني كولكتور امبيدنس في الاي سي اناليسيس وهيساوي ايه؟ ار سي كابيتال برع مع الار لو وتحسبها وتحطها معاك في البوت بتاع المونتج جيم هيبقى الكوبلر تبعي الاثنين برع مع بعض يعني الاي سي كولكتور ريزيستنس او المقاومه بتاعته هتبقى ار سي سمول بتساوي الاثنين برع مع بعض وبالتالي الجين هيتغير بدل ما الضغط كان ار سي كابيتال على الار اي داش هيبقى ار ايه؟ ار سمول على ال ار اي داش وتدخل معايا ال ار ال معايا في الحسابات تمام كده فهمناها يبقى احنا كده شفنا المقاومه بتاعت الاميتر وهي معايا وهي مش معايا شفنا الحمل او الار لود وهو معايا وهو ايه وهو مش معايا التاثيرات بتاعته ايه احنا جاي بنفهم الكل لما تجي لي بقى الرسمه بتاعت الاكزامبل او المساله بشوف ايه اللي موجود اخده في معادلاتي ايه اللي مش موجود ما اخدوش في ايه ما اخدوش في المعادلات بتاعتي بس انت كده درست التو كيسز وعرفت التاثير بتاعها بيظهر فين او يبان فين. بيقول لك هنا لو انت حاطط الار لود بتاعك اكبر بكتير من الار سي لو الار بتاعت الحمل بتاعك اكبر بكتير من الار سي يبقى الايكويفلنت بتاعهم بارل هيساوي تقريبا مين؟ ار سي ار سي يبقى انا ارجع تاني للقانون بتاع الايه؟ الاساسي يعني عشان اهمل الاوت فلودنج افكت اخلي الار ال تبقى اكبر بكتير من مين؟ من الار كونكتد فتاثيرها ما يبانش هيبقى البارل بتاعهم هو هو الار سي كابيتال ويرجع معادلاته كلها للار سي كابيتال تاني يبقى عرفنا ازاي الاش تاثير الاوت لود يبقى عشان الاش تاثير الاوت لود واخلي له ريت الافكت عندي على الديزاين بتاعي خلي الار ال اكبر بكتير من مين؟ من الار سي لكن مش اكبر بكتير من الار سي خدهم الاثنين بارل ودخلهم في حساباتك كلها اللي موجوده ماشي نشوف بقى الايفكت اوف السوامبنج ده بقى على الامبليفاير انبوت ريزيستنس تاني انا دلوقتي حطيت مقاومه ار امبيتر ما كانتش موجوده قبل كده فحسبت الجين وشفت تاثيرها على الجين ايه طب انت لازم الار امبيتر دي لما ما كانتش موجوده الانبوت ريزيستنس او الزد ان ما كانتش شايفاها طب لما تحطها مين اللي هيغير معايا؟ الانبوت امبيدنس بتاعت الديفايس مش الانبوت امبيدنس لما كنا بنبص من هنا كنا بنشوف بس الار اي وكنا بنشوف الار سورس او الار سيفرنس اللي كانت موجوده هنا صح؟ طب انت دلوقتي خلي بالك انت ما شلتش الار امبيدنس لان لو دخلت ار امبيدنس خلينا بقى ار امبيدنس واحد يعني دخلت الموز اللي هو ار امبيدنس واحد اللي بقى موجود معايا فيا ترى لما دخلته كده هيغير معاك في الاي بي تمام الاي بي بتاعتي قلنا ما تساوي الار سي على الار اي داز زائد الار اي واحد بس كده قال لك لا خلي بالك مقاومه الميتر دي بتتشاف من الان يبقى لما تدخلها يبقى المفروض الار اي توتال دي يحصل لها ايه؟ هتتغير لانها هتشوف مين كمان؟ الار ميتر واحد طيب في الاناليسيس بتاعتنا احنا كنا اشتغلناها طبعا المحاضره اللي فاتت وشفنا التاثير بتاعها بيبقى ازاي كانت الار ان بتاعه الترانزستور قلنا كان بتساوي بيتا في مين؟ في الار اي داش صح؟ كان بتساوي بيتا في الار اي داش لان انا بشوف بيتا في المقاومه دي بس لان دي كانت متوصله على طول في الجراوند طب لما ار ان بيتا تدخل معايا في الحسابات مش الار اي داش بسيريز مع الار امبيتر بالنسبه للانبوت هتشوفها مجموعه معاها بس تاني فكنت بكتبها بيتا ار اي علشان كانت هو بيشوف من الترانزستور بس الار اي بتوصل للجراوند فكانت بتطلع بيتا ار اي داش واحنا عملنا لها الاناليسيس بتاعتها المره اللي فاتت لما الار اي تظهر معايا ما هي ار اي داش وار اي الاثنين مع بعض ايه؟ سيريز يبقى هشوفهم كانهم كانوا مقاومتين مجموعين يعني تبقى بيتا في ار اي داش زائد الار اميتر يبقى ادي التغيير اللي حصل لما انت عملت سوامبنج ورسمت الار اميتر يبقى هتتغير معاك الانبوت امبيدنس بدل ما كانت تبقى بيتا ار اي هتبقى بيتا ار اي زائد ار اي واحد الموجوده معاك
طب احنا هنا حسنا الانبوت امبيدنس ولا قللناها او سوقناها يعني؟ سؤال محدش جاوب. الانبوت امبيدنس الاول قلنا تبقى كبيره ولا تبقى صغيره؟ من غير ما حد يقول بقى قلنا. ها باشمهندس تاني بيمشي مش مركز معانا ولا مش فاهمها؟ اسمك ايه؟ محمد فوزي عبد القادر اللي جنبه. المفروض ان الانبوت امبيدنس تبقى كبير. طيب انا كده زودت يعني حسنت الجهاز بتاعي ولا سوقته ولا خليته اوحش؟ خليته ايه؟ حسنته. ليه؟ كلمه كمان قلنا وبخسها لاني عملت ايه؟ جبنا اسمعك انا مش هقدر اتكلم جوه. انا قلت لكم مع بعض هتسيبوا في اخر الشارع. ايوه لان انا كبرت الزيت انبوت. تاني احنا بنقول اصلا من الاساس اللي قلنا الزيت انبوت المفروض بتبقى كبيره والزيت اوت المفروض بتبقى ايه؟ صغيره. فانا هنا لما عملت سوامبي وحققت الاستابيليتي وشفت الايفكت بتاع الاي دي داش فعايز اشوف بقى الايفكت بتاع الزيت انبوت طلع ايه؟ فالمفروض الزيت انبوت بتاعتي اتغيرت من بيتا ار اي داش لبيتا ار اي داش زائد الار اي واحد. طب يا ترى الجديده كبرت ولا قلت؟ يبقى انا حققت لسه ان الانبوت امبيدنس اكبر، يعني حسنت البرفورمانس بتاعت الامبليفاير بتاعتي ما قللتهاش، يبقى الجزئيه دي حققت الاستابيليتي وحسنت لي كمان في مين؟ في الزد ان لانها كبرتها اكتر، يبقى انا حسنت البرفورمانس بتاعت الامبليفاير، يعني ده اداني اوبشن او مميزات في كل الجهات تقريبا اللي احنا شغالين بيها. اسمك ايه؟ عيد. عيد رمزي ماشي يا عيد. شكرا يا باشمهندس. ماشي يا جماعه يبقى احنا كده شفنا الايفكت بتاعها. يبقى انا بالطريقه دي او لما جينا قسمنا ار 2 نقول بقى ايه اللي احنا عملناه؟ ها حققت استابيليتي، قللت تاثير الار ميتر في الجيم، حققت استابيليتي. ار جيم بتاعي مش ماكسيمم بس برضه مش ايه؟ مش مينيمم. وخليت الانبوت امبيدنس هي كمان ايه؟ افضل او احسن من الافضل او من اللي قبل كده لان كبرتها اكتر من اللي قبلها. طيب نشوف بقى الاكزامبل بتاع الكومن ايميتر بقى كل هرموته كل دنيته كده لما تدخل فيه كل حاجه. طبعا هناخد كومن ايميتر بلود يعني حاطه حمل مع بس سي 3. الحمل بتاعنا محطوط ب 47 كيلو. عندي ار 1 وار 2 ب 47 كيلو و 10 كيلو. ار كوليكتور ب 4.7 من 10 كيلو. ار ايميتر جزأتها وحطيت ار ايميتر 1 ب 470 اوم، ار ايميتر 2 ب 470 اوم، يعني قسمتها في نص تقريبا. الانبوت بتاعي 10 ملي فولت، الار سورس بتاعته 300 اوم، والبيتا بتاعتي بكام؟ مكتوبه فين؟ 150 150 دي سي وب 175 اي سي، تمام كده؟ بيقول لك ايه بقى في الديزاين اللي معاك دوت اللي هو كومن ايميتر امبليفاير؟ بيقول لك احسب الدي سي كوليكتور فولتج واحسب الاي سي كوليكتور فولتج. هو ليه شغال على الكوليكتور فولتج؟ لان ده مين؟ ده الامر اللي انا هاخده. وعايزك ترسم التوتال كوليكتور فولتج يعني التوتال بتاع الدي سي كلها، وعايزك ترسم الاوت فولتج ويف فورم اللي موجوده عندنا، تمام؟ ناخد واحد واحد ونشوف هنشتغل فيه ازاي. اول بوينت عاوزك تحسب الدي سي كوليكتور فولتج، يبقى هعمل ايه؟ شيل كل حاجه يعني هشتغل دي سي اناليسيس، تمام كده؟ فاول بوينت عايزك تحسب الدي سي فولتج بتاع الكوليكتور، يعني هشتغل دي سي اناليسيس، يعني المكثفات هشيل كل المقاومات الزياده هصفصف معايا على الفولتج ايه؟ على الفولتج ديفايد. ونرجع للقوانين بتاعتنا ار سيفرنس في سيفرنس في الميتر في الكوليكتور وحاطط فيهم الحاجات بتاعتنا. فتمام هقول يبقى في الجزء الاول هشتغل اي سي سوري دي سي اناليسيس. طبعا ار ميتر واحد وار ميتر اثنين هيبقوا الاثنين موجودين معايا ويبقى الاكويفلنت ار ميتر بتساوي ايه؟ مجموعهم لان الاثنين سيريز. واشتغل بنفس القوانين اللي احنا كنا شغالين بيها.
يبقى اجيب ار سيفنس هتساوي ار واحد بدل مع ار اثنين، وقلنا هما 47 كيلو ب 10 كيلو احسبهم هيطلعوا ب 8.25 كيلو اوم. اجيب الفي سيفنس هتساوي الفي سي سي في ار اثنين على ار واحد زي ار اثنين، يبقى 10 في 10 على ال 57 تطلع ب 1.75 فولت. جبت الفي سيفنس اجيب مين؟ هجيب الاي ايميتر من القانون بتاعنا، كان بيقول الفي سيفنس ناقص 7 من 10 على الار ايميتر زائد الار سيفنس على الايه؟ على الفي. طبعا هنا الار ايميتر اللي هي التوتال مجموع الاثنين اللي هي 48 اوم، يبقى يساوي 1.75 ناقص 7 من 10 على 9 940 زائد الار سيفنس 8.25 كيلو، يبقى 10.3 على البيتا اللي هي بتساوي 150 اللي هي بتاعت الدي سي. تطلع الاي متر بتساوي 1.06 ملي امبير. اي متر هو مين؟ هو الاي كوليكتور. يبقى اجيب الاي كوليكتور بيساوي 1.068. اجيب الفي متر هيساوي الاي متر في الار اي توتال اللي هي 940 هيطلع بيساوي 1 فولت، اجمع عليه 7 من 10 اجيب الفي بيز، وبعد كده اجيب الفي كوليكتور بقى اللي هو عايزه بالفي سي سي ناقص الاي سي ار سي هيساوي ال 10 ناقص قيمه الاي سي في المقاومه بتاعت الار كوليكتور اللي هي 4.10 كيلو، هتطلع الدي سي ب 5.02 فولت. يبقى القيمه الدي سي بتاعت الكوليكتور بكام؟ 5.02. تمام، عايز يحسب بقى الاي سي فولتج على الكوليكتور. طب في الاي سي فولتج بقى على الكوليكتور انا هعمله من الاي سي اناليسيس، تمام؟ بس احسبه ازاي؟ هو انا خدت حاجه في الاي سي اناليسيس تخليني احسب بيها الفي كوليكتور؟ خطوات يعني زي كده؟ لا، بس انا عارفه ان الفي كوليكتور ده ايه؟ الاوتبوت فولتج صح؟ وهو مديني الانبوت صح؟ طب مش انا عندي حاجه اسمها جيل؟ طب مش لما اجيب الجيل واضربه في الانبوت يبقى انا جبت ايه؟ الاوتبوت اللي هو مين؟ الفي سي اللي هو عايزه صح كده؟ تمام، يبقى اقول له اول حاجه عشان احسب بقى الاي سي فولتج جيم، يعني انت بتتكلم انت عاوز تحسب الاوتبوت فولتج اللي اخد عندي من السيركت، فانا عندي انبوت وعندي جيم اضرب الاثنين في بعض اجيب الاوتبوت. اوكي كده تمام. طب الجيم بتاعنا قلنا مقسوم لايه؟ لنصين، اتنويشن و وجين، اتنويشن اللي من السورس للبيز وجين اللي من البيز للكوليكتور، فهحسب التو فاكتور وبعد كده هجيب التوتال جين. بس خلي بالك انت دلوقتي لما تشتغل في الاي سي اناليسيس مين اللي داخل معايا بقى وموجود وما تنساهوش؟ معايا ار ايميتر ومعايا كمان مين؟ ار سورس ار لود. يعني الدنيا كلها معاك، معاك ار سورس ومعاك ار ميتر ومعاك ار لود، يعني معاك كل المقاومات اللي كانت على الكباستور دخلت معايا في الحسابات بتاعتي. فيبقى انا هشتغل بالقوانين اللي فيها كل البرامتر. نمشي بقى معاها واحده واحده كده ونركز مع بعض. طبعا اولا نرسم الايكوفلنت سيركت عشان ما ننساش حاجه. هنرسم الايكوفلنت سيركت، يبقى انا معايا السورس معايا الار سورس، عندي ار واحد بدل مع ار اثنين، عندي ترانزستور يعني عندي ار اي داش ومعاها سيلز الار ايميتر واحد، ومعايا الاوتبوت بتاعي محطوط فيه الار كوليكتور بدل مع مين؟ مع الار ان مع الحمل اللي موجود. ادي الايكوفلنت سيركت عشان ما انساش اي بارامتر وانا شغال. نبتدي الاول علشان ابتدي اعمل حساباتي واجيب الاي في، لازم الاول بحسب مين؟ الار اي داش. فجيب الاول الار اي داش هتساوي ايه؟ هتساوي 25 ملي فولت على الاي ميتر، لان لسه جايبين الاي ميتر ب 1.06 ملي امبير، احسبها تطلع ب 23.6 من 10 ايه؟ اوم. تمام؟ تمام. عايزه اجيب الاتنويشن فاكتور، فعشان اجيب الاتنويشن فاكتور بيبقى بيساوي اللي هو الفي سورس على الفي بي، قلنا كان بيساوي ايه؟ ار ان توتال على ار سورس زائد الار ان توتال، يبقى انا عايز اجيب الار ان توتال، عشان اجيب الار ان توتال لازم اجيب الار ان ايه؟ الار ان بيز، يبقى اجيب الاول ار ان بيز. ار ان بيز هنا قلنا هتبقى بتساوي ايه؟ والار ان متر معايا بيتا في الار اي زائد ار اي داش اللي احنا لسه قايلينها حالا دلوقتي. ما هي دي كانت الار الار بيز ان. يبقى الار بيز ان او الار ان بيز هتساوي البيتا في الار اي زائد الار اي داش، قلنا البيتا اي سي اللي هي 75، ار اي حسبتها ب 23.6، مديني الار اي واحد ب 470 احسبها تطلع ب 86.38 كيلو او. جبت الار ان هجيب الار ان توتال، الار ان توتال هتساوي ايه؟ ار واحد بدل مع ار اثنين بدل مع الار ان بيز.
هتجيب الايكويفالنت بتاعهم الثلاثة بره مع بعض تطلع ار ان توتال ب 7.5 كيلو اوم. جبت الار ان توتال هجيب مين؟ الاتنويشن. ما انا ببقى جايبه ده كله اصلا عشان اجيب الجزء بتاع الايه؟ بتاع الاتنويشن اللي ما بين السورس وما بين البيز. اجيب الاتنويشن اللي هو يساوي الفي سورس على الفي بي هيساوي ار اس زائد ار ان توتال على الار ان توتال هتساوي ار سورس ب 600 ار ان توتال احنا جبناها ب 7.5 كيلو احسبهم تطلع الاتنويشن بتاعتك 1.08. خلي بالك الاتنويشن هنا هو قالبها. بصي هي طلعت بكام؟ 1. احنا قلنا الاتنويشن بتطلع ايه؟ اقل من 1. اقل من الواحد لان المفروض الاتنويشن بقول الاوتبوت على الانبوت. هو الاوتبوت في الجزئيه دي مين؟ الفي بي. والانبوت كان هو الفي اس. هو انا هنا جايبه مين؟ الفي اس على الفي بي. انا يعني جايبه ايه؟ مقلوبها. تمام؟ ركزوا. تاني المفروض الاتنويشن فاليو مش احنا كنا بنقول ان الجي بيساوي بي سي على البي سورس. فكنت بجيب البي سي على البي بي في البي بي على البي سورس. صح كده؟ فالاتنويشن فاكتور بتاعي كان بيبقى البي بي على البي سورس يعني البي بي بتبقى اقل من البي اس فكان بيطلع اقل من الواحد. هو هنا لما جه حسبها حاسبها مين؟ بي اس على البي بي فطبعا طبيعي تطلع اكبر من الواحد بتقلل الكسر. اوكي؟ يبقى انا كده جبت الاتنويشن عايز اجيب بقى الجين. الجين بتاعي ال في هيساوي كام؟ ها؟ ال في هيساوي كام؟ ار سي على ار اي بس؟ هي المفروض على ار اي داش زائد ار اي واحد. والار سي اللي فوق دي ار سي كابيتال ولا ار سي سمول؟ ار سي سمول لان في عندي ار ال موجود. يبقى اقول يبقى الاي في هو جاب الاول ار سي سمول اللي هي فرق الار سي مع الار ال جابها بكام؟ هيبقى الجين بقى بتاعي بيساوي الار سي على ار اي داش زائد الار اي واحد. طبعا لما اقارنهم الاثنين ببعض ار اي داش ب 23 اوم ار اي واحد ب 470 اوم يبقى ايه الايفكت ما بين الاثنين؟ طبعا صغير جدا دي 23 اوم ودي 470 اوم يعني بسهوله هنا هم عاملين الايفكت لمين؟ للار اي داش لانها فعلا اقل بكتير من الار متر. هجيب الار سي اللي احنا لسه حاسبينها بره الكومبينيشن اللي هي ب 4.27 كيلو على الار اي واحد اللي هي ب 470 تطلع الجيت بتاعك بكام؟ 9.09. شفت اختلف ازاي على مكان واحد ب 7.10؟ هو مش بميات بس برضه بقى في الرينج كام؟ يعني في حدود 10. كل ما تكبر الار اي واحد سوري كل ما تصغر الار اي واحد كل ما هتعمل ايه؟ ما هتكبر الجين. او بلاش نلعب قوي في الار اي واحد كل ما كبر الار سي كل ما كبر ايه؟ ما كبر الجين. بس الجين هنا معاك ما بقاش بواحد وما بقاش ب 100 بقى في حدود ايه؟ 10 15 20 يعني انا ممكن هنا اخليه في الرينج اللي يديني اوت فولتج كويس اللي انا عايزه. خلاص؟ كده انا جبت الاي في وجبت الاتنويشن يبقى اخد الاثنين دول اضربهم في بعض واضربهم في الانبوت يبقى انا جبت مين؟ الدي كولكتر صح؟ هو هنا بيقول لك يبقى التوتال فولتج جين اي في داش هيساوي الاتنويشن في الاي في. طبعا قلب الاتنويشن هي بدل كانت 1.0 ما اعرفش 7 بقت 0.93 في 9.9 اللي احنا لسه جايبينها هتطلع ب 8.45. خدها اضربها في الانبوت اللي هو كان 10 مللي فولت اجيب الدي كولكتور ب 84.5 مللي فولت. تمام كده؟ كده انا جبت الكود بتاع مين؟ بتاع الكولكتور كايه؟ كاي سي. لحد كده كويس. جبت المطلوب الاول جبت المطلوب الثاني. عايزني بقى ارسم الاوتبوت ويف فورم عامله ازاي؟ طبعا احنا متفقين الاوتبوت ويف فورم هتبقى عامله ازاي؟ شكلها ساين سيجنال. تمام. الاوتبوت ويف فورم اللي موجوده عندي عند الكوليكتور لما اجي اعملها ساين سيجنال هتبدا من الصفر ولا هتبدا منين؟ من الدي سي. اه طبعا هتبدا من الدي سي يا باشمهندس. ده هو مخليك حاسب الدي سي كوليكتور فولتج والاي سي كوليكتور فولتج عشان لما نيجي نقفل ترسم اقول له انا باخد الاوتبوت من على الكوليكتور. ما انت خلي بالك الكوليكتور كان ليه قيمه دي سي
فالسينسوريدال سيجنال هيحصل لها ايه عنده؟ هيترفع على قيمه الاي سي. الدنيا اللي عملنا كان فيها المحاضره اللي فاتت برفع ازاي الاي سي على الدي سي. فانت عندك الدي سي فولتج بتاع الكوليكتور كان 5.02 وانت حاسب دلوقتي الاي سي بتاعه. يبقى لما اجي ارسمه على الكوليكتور اعمل سينسوريدال سيجنال اه بس بدا عند خط الصفر. لا بدا عند خط الكام؟ 5.02 صح؟ يبقى اقول له الكوليكتور فولتج اللي عندي سيبكوا بس الحته دي خليكوا في الرسم. طب سينسوريدال سيجنال بدا عند كام؟ او بتترسم عند خط الكام؟ 5.02. طب انا عايز ارسمه كفاليو، هرسمه بقى كفاليو ازاي؟ اقول لك اه خلي بالك هو الانبوت فولتج اللي كان مديهولك كان مكتوب جنبه حاجه كده مكتوب ايه؟ ار ام اس. ار ام اس، بقول له ار ام اس دي يعني ايه؟ ربنا يسكت. انت ساعتين يا كامل احنا بنعوزك. روح يا باشمهندس. الفولتج اللي عندك مكتوب جنبه ار ام اس، واحنا قلنا ار ام اس دي معناها روت من سكوير، صح؟ انت لما بتيجي ترسم السينسوريدال سيجنال بس يا تحفه منك ليه؟ لما بتيجي ترسم السينسوريدال سيجنال القيمه اللي انت بتحطها على الساين فوق دي بتبقى قيمه ايه؟ بيك فاري. بيك صح؟ يعني انا فاكر ارسم ساين سيجنال بقول له القيمه دي اللي في بيك ماشي ار ام اس. وعرفنا ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اه قلنا ان القيمه البيك بتساوي القيمه الار ام اس في جذر 2. ايوه يعني في 1.414 تمام؟ يبقى عشان اجي ارسم له الرسمه ينفع اخد القيمه اللي طلعت لي دي واحطها على الرسمه؟ يبقى لازم الاول احولها من ار ام اس لبيك. يبقى اقول له اول حاجه اللي هي بقى موجوده عندنا الماكسيموم بيك بتاع الكوليكتور فولتج هتساوي اللي هي 5.02 واجمع عليها ال 84.5 مضروبين في ايه؟ كذا 1.414 ببتدها وبعوض عليها. طبعا هنا عشان اجيب لي القيمه بس اعرف ارسمها على الرسم فبجيبها ب 5.14 فولت. يبقى هرسم سينسوريدال سيجنال بتبدا من 5.02 والماكسيموم بتاعتها عند 5.14. طب وفي النيجاتيف؟ اطرح من ال 5.02 البيك الثاني صح كده؟ مش انا هنزل تحت ال 5.02 بمقدار البيك يبقى اطرح من ال 5.02 البيك فاليو اللي موجوده دي، يبقى اطرح نفس القيمه هتطلع عند 4.9، يبقى ارسم السينسوريدال سيجنال عند نقطه ال 5.02 واطلع فوق لحد 5.14% وانزل تحت عند 4.9. اتفهمت؟ كده انا رسمت الكوليكتور فولتج. طب في مطلوب تاني كان طلبه كده بعد الكوليكتور فولتج، قال لك ارسم ايه؟ ها؟ بصوا في المسألة ارسم الاوتبوت ويف فورم اللي هي على الايه؟ اللي على اللود. ها؟ تاني هو انت بتاخد الاوتبوت من على الكوليكتور دايركت؟ بتاخده من على مين؟ مكسر من على الحلم صح؟ يعني بقول لك ارسم لي الاوتبوت. هو في الاولى كان بيقول لك ارسم لي الاوتبوت فور ويت فور ات كوليكتور، فدي عند كوليكتور يعني دي اللي خارجه كده من عند كوليكتور دي بي سي. لكن ده انا كان عندي مكثف وعندي مقاومه ار اف مع الجراوند، هي دي الفي او، هي دي في اوت، ده الاوتبوت فولتج بقى الفعلي اللي بعد المكثف. فلما يقول لي ارسم لي بقى الاوتبوت فولتج من على الحلم فيبقى هي نفس الرسمه، بس اعمل ايه؟ كبرش اه طبعا هشيل الدي سي. ما هو الاوتبوت اللي انا باخده من الترانزستور ما بيبقاش فيه الدي سي شيفت. اه لان انا عندي المفروض ان الكاباسيتورز ديت بتشيل الدي سي، فالفولتج موجود هنا عند الكارير مرفوع عند 5.02 لكن بعد المكثف دي سي بس. ايوه يعني بتترسم السينسوريدال سيجنال بس على نقطه الايه؟ الصفر. واجي بقى امثلها بالماكسيموم بيكس اللي موجوده عندنا. طبعا اجي احطها بالقيمه بتاعتي اللي هنا المفروض هتبقى 12% ونازله بقيمه 12% او اعملها بقى بالملي عشان تبان بس. يعني احسب الفرق دوت بالملي يبقى هيساوي كام؟ اه بالملي قال لك البيك بتاعتك 84.5 ملي في 1.4 يعني 119 ملي فولت. فلو انت هترسمها بالملي هرسم الاوتبوت بتاعي على نقطة الصفر. خلي بالك الفرق ده
قوي. ده مرسوم على خط 5.2، ده مرسوم على خط الايه؟ الزيرو. وارسم السينوسويدال سيجنال بتاعتي بالبيك بتاعتها 119 ملي فولت بوست بيك وسالب 119 ملي فولت نيجاتيف بيك. لاحظ هنا ظهر النيجاتيف صح؟ واحنا هنا كان ظهر نيجاتيف؟ لا، دي سي شيفت مخليها لي كلها في النص الموجب، ما كانش فيها سالب. لكن دي انا بترسم على خط الصفر، يبقى اللي فوق موجب واللي تحت ايه؟ واللي تحت سالب. حاجه ثانيه ناخد بالنا واحنا بنرسم، ارسمها في نفس اتجاه البي سي، يعني في نفس اتجاه الانبوت. ايوه لازم تبقى ايه؟ شيفت 180 معكوسه، عشان كده رسم معاها اللي هي الكيرف الثاني اللي تحت ده اللي هو الفي ان اهو. فهو رسم لك هنا بقى الفي ان والفي اوت طبعا مقلوبين، يعني النيجاتيف بيك هنا مقابلها البوست بيك هنا، والجين كام؟ 10. يعني ارسم الاثنين واحده صغيره واحده كبيره، اللي هي انا مكبره بجين 9.09 يعني تقريبا هتقول 9 او 10. فالجين بتاعي واصل تقريبا ل 10. فهمناها؟ فهمنا كومن انفيتر كويس؟ فهمنا كومن انفيتر كويس؟ بكل الافكار اللي فيه، بالحاجات اللي بتدخل والحاجات اللي بتخرج والحاجات دي كلها فهمناها كويس؟ أعمل ذلك. إيه؟ هتيجي الامتحان ازاي؟ زي ما قلت لنا في السنة الأولانية. 20 نقطة كده؟ أيوه هيجي بقى 10 نقط كده ولا حاجة هو ده مثلا. دكتور دكتور هو ازاي المكثف بيقدر يشيل الدي سي؟ ازاي ايه؟ المكثف بيقدر يشيل الدي سي اللي مع السجن. مش بيقدر يشيل الدي سي، هو ما بيشوفش الدي سي فما بيعجبوش. يعني عند التردد قلنا الدي سي تردده كام؟ زيرو. زيرو، فيبقى الاكس سي بتاعته كام؟ ما لا نهايه. ما لا نهايه، ما لا نهايه يعني كانها ايه؟ كانها اوبس. فبيجي المكثف يمرر السيجنال اللي داخلاه ما بيشوفش اصلا دي سي. هو عشان كده احنا بنسمي الكباستور باي باس كباستور او كابلنج كباستور، كل الاسماء ديت ليه؟ لان هو بيشوف الاي سي ويف لكن ما بيشوفش خالص دي سي ويف، فهيخرجها ازاي؟ طالما مش شايفها مش حاسس بيها، فهيخرجها من الناحيه الثانيه ليه؟ ما بيشوفهاش، هو بيشوف الاي سي وبيعديه الناحيه الثانيه. لكن الدي سي ما بيشوفوش اصلا، فبيعمله بلوك بيشيل. لان الامبيدنس بتاعته في الدي سي بتبقى ايه؟ ما لا نهايه. الدي سي ما بيقدرش يعدي منه. طيب احنا اتكلمنا لحد دلوقتي على الفولتج جين، باقي لي اثنين بارامتر. احنا قلنا الانبوت امبيدنس، قلنا الفولتج جين، قلنا باقي لنا الايه؟ الكرنت جين والاوتبوت امبيدنس. نشوف بقى الكرنت جين. بيقول لك في الديزاين بتاعنا الكرنت جين هيساوي ايه؟ او الكرنت جين بيساوي ايه؟ الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت. طب مين الاوتبوت كرنت اللي عندنا؟ اي سي. ومين الانبوت كرنت؟ الاي الاي بي. الاي بي يبقى المفروض ان الفولتج جين بتاعك هيساوي الاي سي على الاي بي. طب ما هي الاي سي على الاي بي بتساوي ايه؟ بيتا. بتساوي البيتا صح؟ بس احنا هنا شغالين في الاي سي، يبقى بيتا ايه؟ بيتا اي سي. يعني المفروض ان الكرنت جين بتاعي من البيز للكوليكتور، نرجع تاني من البيز لمين؟ للكوليكتور، هيساوي الاي سي على الاي بي يبقى هيساوي البيتا اي سي. طب يبقى الاوفر اول كرنت جين بقى هيساوي ايه؟ نيجي تاني نقول ان الدنيا عندي مقسومه في الجين بنصين، النص اللي اتنقل فيه الفولت او الكرنت من السورس للبيز ومن البيز للكوليكتور. احنا قلنا هنا خلاص اهي من الجين للكوليكتور اي بي اي سي على اي بي يعني بيتا اي سي. طب انت ناسي ان الاي بي دي قبل ما توصل هنا اي بي كانت اي اس، كانت اي سورس، وبعد كده بقت اي بي. طب راح فين يعني؟ او التوزيع اللي جت منين؟ اقول له جت منين؟ ان في ار واحد بدل معار اثنين في الباص بتاعك قبل ما توصل لمين؟ للبيت صح؟ فالمفروض الانبوت اللي جاي لك لو الاي سورس اللي جايه كلها من السورس جت عند البوينت دي كذلك لايه؟ لتو كارنت اسمه الاي بيز اللي دخل على البيز بتاع الترانزستور، والكارنت الثاني اللي مشي في الكومبينيشن بتاع مين؟ ار واحد بدل معار اثنين. يعني باي ديفولت ان الاي بي هتبقى اقل من الاي سورس، يعني برضه حصل هنا ايه؟ اتنويش. نفس الحكايه بتاعت الفولتج جين بالظبط، برضه هنا الكرنت جين او الكرنت بتاعي وهو داخل كان في برانش اتجزء عندها قبل البيز،
جزء راح للبيز وجزء دخل في الفولتج ديفايدر ريزيستنس ار 1 وار وار 2. طب لو انا عايز اقول لها ايكويفالنت بقى او الريليشن ما بين الاثنين ار بي علاقتها مع الاي اس اي بقول له اه. طب بص كده مش انا بقول ان التوتال ريزيستنس دي كلها اللي هي الترانزستور ار 1 مع ار 2 دي سميناها الار ان توتال. طب ما انا لو شفت ده كله وحطيت هنا ار ان توتال يبقى المفروض الكرنت اي اس هيساوي ايه؟ اي اس هيساوي ايه؟ في اس مش بقى دلوقتي السورس شايف المقاومتين دول الاثنين دول سيريز بقول لك شيل ده كله كل الكومبينيشن دي شيلها وهحط ار ان توتال هنا فبقى السورس شايف ار سورس سيريز مع مين؟ الار ان مع الار ان توتال يبقى التيار بتاع اي اس هيساوي ايه؟ في اس على ار اس زائد ار ان توتال انا كده جبت الاي اس وبعدين الاي بي هيساوي ايه؟ هو جايبها بالاي متر هو جايبها بالاي متر ما بين الاي متر ما بين الاي اس يبقى انا كده جبت الاي اس هجيب القيمه بتاعتها واجيب الاي انبوت او الاوفر اول بقى كارنت جين هيساوي الاي كوليكتور على الاي اس صح؟ اي كوليكتور على اي اس. طب مش الاي كوليكتور ديت ممكن اقولها اي متر او احسبها عندي من القوانين بتاعت الاي متر والفي متر العاديه واقسمها بقى على الاي سورس اللي احنا جبنا القيمه بتاعتها يبقى انا كده جبت مين؟ الكرنت جين. تمام كده؟ تاني المفروض الكرنت جين برضه متقسم عندي لجزئين، جزء لما الاي سورس بقى اي بي وجزء ما بين الفي اس على الفي بي، قلنا في اس على الفي بي او سوري اي سي على اي بي هيبقى بيساوي البيتا اي سي. طب لو انا عايز اجيبها توتال هفترض ان كل النتورك ديت اسمها ار ان توتال، ما هي دي المقاومه الداخليه او الانترنال انبوت امبيدنس اللي انا بشوفها اي ان توتال. يعني المفروض الاي اس هتساوي الفي سورس على الار سورس زائد الار ان توتال، كده جبت الاي اس. طب ما انا اقدر اجيب على طول الاي اي كارنت جين بالاي سي على مين؟ على الاي اس اللي موجوده عندنا واحسب القيمه بتاعت الاي اس. تاني بجيب كده كده الاي ان توتال والار سورس عندي والفي انبوت عندي. خلاص كده؟ ده بالنسبه للكارنت جين. طبعا الباور جين انا جبت كارنت جين وجبت فولتج جين يبقى الباور جين بيساوي ايه؟ حاصل ضرب الاثنين في بعض. الباور جين عندي بيقول لك خلي بالك من حاجه يعني احنا دايما لما بنستعمل الترانزستور كامبليفاير انا بستعمله يا اما كارنت جين يا اما فولتج جين. انا نادر قوي لما حد يستعمله كباور جين. لان احنا هنلاحظ حاجه لما الكرنت جين بيبقى عالي الفولتج جين بيبقى قليل لما الفولتج جين بيبقى عالي الكرنت جين بيبقى قليل فلما باجي اضرب الاثنين في بعض شبه بيدوني فاكتور ثابت ما بستعملوش كباور امبليفاير ما بحققش بيه باور جين بس بحسب الباور جين بتاعه عباره عن ايه اللي هو حاصل ضرب الاي في الايه في الاي ار بطل راجع يا باشمهندسين هات اه بيقول لك بمعين الديفايس بتاعي دي اوفر اول فولتج جين اي في داي وليه كارنت جين اي ار يبقى المفروض الباور جين هيساوي ايه؟ حاصل ضرب الاثنين في بعض بس الاي في داش في الاي ار زي بقى ما انت بتحسبهم بقوانينهم وبعدين بضرب الاثنين في بعض واجيب الباور جين يبقى ايه البارامتر احنا قلنا الاوت امبيدنس لا لا قلناها تقريبا قلناها في اول سلايد لما كنا بنحسب الزد ان كان فيها معاه نفس سلايد زد اوت لما قلنا الزد اوت هتساوي ار سي ولما تحط اللود بقى يبقى المفروض تساوي ايه؟ ار سي بر مع ار سي بر مع ار ال مع ار ال قلناها كده احنا خلصنا الكومن الميتر وهنبدا في الكومن كوليكتور.